الله يجزاك خير. الله مشكورين يا اخونا سعيد، نعتذر لك على التاخير. ولا يهمك، انا والله من الصراحة. زمان من زمان يعني حاب اني انا يعني التقي بحضرتك. الله يسلمك، حاطنها الطيارة، نقول لعلك ان شاء الله تنام وتاخذ يوم. واسالك عن الكود السعودي. حقيقة انا يعني كنت في قمة الفرح انه راح يكون في كود خليجي يكون مرجع لدول الخليج او دول مجلس التعاون الخليجي. فأنا موجود بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفرحت جدا بهذا المجهود العظيم، الكود السعودي. لما جيت نزلت الكود وجدت الكود باللغة الإنجليزية، حقيقة أنا أصبت بحالة من الإحباط. تمام؟ ليش؟ لأنه إحنا اسمنا المملكة العربية السعودية. تمام؟ يعني إحنا ما سوينا جمهورية مصر ولا سوينا سوريا. تمام؟ فحقيقة هذا الكود المفروض انه يكون باللغة العربية يا اخي، 15,000 صفحة انا وين بقراها باللغة الانجليزية؟ انا بالنهاية عربي. زمان في دكتور في الجامعة قال لي كلمة جميلة، قال لي احنا ممكن انه ندرس الطالب في الجامعة بالانجليزي، ولكن شرط انه هو يدرس من المراحل الابتدائية باللغة الانجليزية. اذا احنا ما درسنا الطالب من المرحلة الابتدائية باللغة الانجليزية فظلم كبير انه احنا نقحم الطالب فجأة بلغة انجليزية في الجامعة. هون راح يهدر وقته نص وقت المحاضرة عشان يستوعب المصطلحات ويمكن ما يستوعبها. انا اعتقد انه الفكرة وصلت وشكرا لكم. والفكرة وصلت واحنا شغالين عليها، وبشك الحمد لله الان واحد اس بي سي 1101 واس بي سي 1102 واس بي سي 201 كلها الان عربت وموجودة، وخلال ال 15 يوم القادمة حتلقاها موجودة على الموقع بإذن الله. لأن التعريب يختلف عن الترجمة. الترجمة صراحة ترجمة مضحكة، لكن الآن إن شاء الله بيصير فيه التعريب اللي هو language، حتى الأرابيك language أو اللغة العربية تكون مصطلحات قريبة من اللغة وليست مصطلحات مضحكة. في تقول يقول لي واحد مثلا يجي يقول وش مضحكة أنت، وش سعد، وش المصطلحات المضحكة هذه؟ أقول لك زي مثلا يقول لك ذا ايدج اوف شافت مثلا، او ايدج اوف اوف الفلانج مثلا، ايدج اوف فلانج. الفلانج اللي هي معروفه، الفلانج الماسوره او الماسوره هذه، ثم يجي يقول لك الخرم اللي موجود في الايدج اوف فلانج، يجي يقول لك الخرم الموجود في شفة الماسورة. صاير يعني في شوي مضحك الترجمة الحرفية هذه، لكن يجون فيه ترجمات أخرى يجي يقول لك الجزء اللي كذا أو المكان المسمار اللي في الملحوم في مكان كذا، يعني حصل التعريف. وهذا إن شاء الله هو اللي حرصنا عليه ويصدر الإصدار الأول، وسميناه الإصدار الأول لأن نتوقع أن فيه تعديلات في لغوية. وإن شاء الله خلال 15 يوم بتشوف الـ SBC 1101 SBC 1102 حقت المباني السكنية معربة. أي أستاذ سعد، عندي أشكرك جزيلا حقيقة. يعني هذا والله أنا قلت، أنا عندي متابعين ما يقارب 60-70 ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي، أنا مستبشر جدا بالكود السعودي. لكن أنا عندي سؤال ثاني يا اخي، ليش هالمبلغ؟ قبل سؤالك ترى بالمناسبه في عام 2019 كان في اجتماع في الكويت، اللي تبع لهيئه التقييس الخليجيه، واتخذ الكود المباني السعوديه هو الكود الاساس للكود الخليجي. نعم كيف؟ لكن ما بعد باقي له شوي تكات بسيطه بحيث انه يعتمد، ويعتمد كفتره استرشاديه مدتها 3 سنوات، ثم بعدين نستخرج الحيود الدولية. تعرف كل دولة لها متطلباتها الخاصة اللي تختلف عن الدولة الثانية. جزاك الله خير. الحيود الدولية ونسويها في كود نسميه كود الحيود الدولية، بحيث إنه أنا ما أدري وين رحت، لكن الحيود الدولية بحيث إنه يصير فاصل بين الدول ويصير الأساس هو الكود الفرنسي. والحمد لله ترى هذا أنهينا فيه حتى الحقوق الملكية الفكرية مع المنظمات الدولية زي مثلا الـ ICC والـ ACI والأزمي والـ NFPA
والعشري وغيرهم يعني. نعم نعم أشكرك، لكن أنا عندي استفسار، استفسارين أخرى. أول استفسار يا أخي، طيب ليش هالمبلغ الكبير يعني؟ أنا عشان أحصل على الكود السعودي، والله مبلغ أستاذ سعد يعني، طيب خففوها يعني، خلوها بسعر، بسعر ترى بالمناسبة يعني أنا إذا بدي أحصل على الكود البريطاني مجاني، الكود البريطاني هو البريطاني مجاني. والله أنا ودنا أن رحنا للبريطانيين كان زين، لكن إحنا رحنا للأمريكان وصار لأن الجامعات أصلاً عندنا تدرس الكود على المنهجية الأمريكية للآي سي سي زي ما قلنا قبل شوي للآي بي سي بالأحرى. السعر هذا حفظ حقوق ملكية فكرية للجهات ذات العلاقة وبالأحرى الجهات الدولية بحيث أن إحنا ماخذين جزء منها. ترى بالمناسبة أي شيء تدفع في الكود ترى ما يجي لنا في اللجنة، يروح على طول وزارة المالية، إحنا ما نشوف الفلوس هذه كلها ما نشوفها. لذلك إحنا منا مستفيدين متضررين من ذا الموضوع، ولكن مجبرين عليه لأن إحنا ملتزمين بحقوق ملكية فكرية ولها قيمة هذه الحقوق الملكية يا أستاذ سعد. وأسعارنا أسعار الكودات يعني من 500-600 ريال، أغلى كود بألف ريال اللي هو الاس بي سي 1101، وهذا جامع كل ما يخص هذه المباني، يعني الآن القصص تلقاها بهذه الأسعار. يا أستاذ سعد يعني أوكي يا أخي، حطوا مبلغ رمزي يعني، حقكم هذا، ولكن حطوا مبلغ رمزي يعني. طيب وش رأيك، وش رأيك إنك تقدر تشوف الكود كله مجاني؟ أنا ما حاولت يعني صراحة. لا لا تلقى مجاني، حاولت بس تدخل تلقى تستعرضه من الـ A to Z وكل الأكواد وكذلك مجاني، بس إنك ما تقدر تسوي كوبي بيست. ما طلع لي هذا الأوبشن. بس لا بتلقى، انت عندك يوزر نيم وباسورد على الموقع؟ لا والله انا اتكلم لان انا من خارج المملكه العربيه السعوديه يعني. انا حتى لو كنت من الخارج تقدر تسوي يوزر نيم وباسورد تقدر تتصفح، ادخل على الموقع بس وسوي يوزر نيم وباسورد ويتفعل لك الرابط. نفس الموقع اللي انت حاطه على تويتر؟ الموقع اللي انا حاطه على تويتر هذا بالمناسبه كويس انك ذكرتني اياه، اللي لنا مثبته فوق هذه المكتبة الرقمية وفيها المحاضرات وفيها الأساليب التصميم وفيها الرد والأجوبة والأسئلة الشائعة وكل اللي موجود في المحاضرات عن الكود البناء السعودي بشكل عام وعن كود المباني السكنية، الكود السعودي للمباني السكنية اللي هو الـ SPC 1101-1102 بشكل خاص، وتكلم عن كل جزئية في الكود سواء المعماري، الإنشائي، الكهرباء، الميكانيكا، ترشيد الطاقة، حتى الغاز تطرقنا له في هذا الموضوع، كيف يصمم المصمم وكيف يتعامل مع المشرف، يعني في إثراء حقيقة في المكتبة الرقمية، أتمنى للمهتمين أنهم فعلا يطلعون عليها. وهذا كم عندنا من موجود يعني اللي موجودين يستاهلون. هذا الآن تقدر تنزل الفيديو مجاني، لكن تراه بعد مرحلة قريبة حيكون بفلوس يعني. جزاكم الله خير يا بشمهندس، وإن شاء الله من تطور لتطور. أنا قلت ولا أزال أقول أنه فعلا قفزة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وهذه القفزة وهذا الخير إن شاء الله بالكود السعودي إن شاء الله يعم على كل مجلس التعاون الخليجي. ولكن أرجع أذكر أنه إحنا عرب ومتمسكين بهويتنا وننادي بتعريب الكود. 15,000 صفحة لازم تكون عربية باش مهندس. شكرا لك. بإذن الله أنا أوعدك إن شاء الله في نهاية مارس القادم 2022 أنه يكون عندنا كل الكود، كل إصدارات الكود 17 عربي، وجدول الزمني موجود على مكتبي وأنا أتابع يوم بيوم. شكرا لك. شكرا لك أخوي سعيد. دكتور منصور الله يحييك وحياك الله. إذا كان عند تركي مشاركة أخوي عبد الله قبلك دكتور منصور لأنه مودريتر بس. الله يجزاك خير. الله مشكورين يا أخوي سعيد، نعتذر لك على التأخير. ولا انا والله من زمان من زمان يعني حاب اني انا يعني التقي بحضرتك. حاطنها الطياره نقول لعلك ان شاء الله واسالك عن الكود السعودي. حقيقه انا
يعني كنت في قمة الفرح انه راح يكون في كود خليجي يكون مرجع لدول الخليج او دول مجلس التعاون الخليجي. فانا موجود باحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفرحت جدا بهذا المجهود العظيم، الكود السعودي. لما جيت نزلت الكود وجدت الكود باللغة الإنجليزية، حقيقة أنا أصبت بحالة من الإحباط. تمام؟ ليش؟ لأنه إحنا اسمنا المملكة العربية السعودية. تمام؟ يعني إحنا ما سوينا جمهورية مصر ولا سوينا سوريا. تمام؟ فحقيقة هذا الكود المفروض أنه يكون باللغة العربية يا أخي، 15,000 صفحة أنا وين بقرأها باللغة الإنجليزية؟ أنا بالنهاية عربي. زمان في دكتور في الجامعة قال لي كلمة جميلة، قال لي احنا ممكن ان ندرس الطالب في الجامعة بالانجليزي، ولكن شرط انه هو يدرس من المراحل الابتدائية باللغة الانجليزية. اذا احنا ما درسنا الطالب من المرحلة الابتدائية باللغة الانجليزية فظلم كبير انه احنا نقحم الطالب فجأة بلغة انجليزية في الجامعة. هون راح يهدر وقته نص وقت المحاضرة عشان يستوعب المصطلحات ويمكن ما يستوعبها. أنا أعتقد أنه الفكرة وصلت وشكرا لكم. الفكرة وصلت وإحنا شغالين عليها وبشك الحمد لله الآن واحد SBC 1101 و SBC 1102 و SBC 201 كلها الآن عربت وموجودة، وخلال 15 يوم القادمة حتلقاها موجودة على الموقع بإذن الله. لأن التعريب يختلف عن الترجمة. الترجمة صراحة ترجمة مضحكة، لكن الآن إن شاء الله بيصير فيه التعريب اللي هو language، حتى الأرابيك language أو اللغة العربية تكون مصطلحات قريبة من اللغة وليست مصطلحات مضحكة. في تقول يقول لي واحد مثلا يجي يقول مش مضحكة أنت وش سعد وش المصطلحات المضحكة هذه، أقول لك زي مثلا يقول لك the edge of shaft مثلا أو edge of الفلانج مثلا edge of flange. الفلانج اللي هي معروفة الفلانج الماسورة أو الماسورة هذه، ثم يجي يقول لك الخرم اللي موجود في edge of flange، يجي يقول لك الخرم الموجود في شفة الماسورة. صاير يعني في شوي مضحك الترجمة الحرفية هذه، لكن يجون فيه ترجمات أخرى يجي يقول لك الجزء اللي كذا أو مكان المسمار اللي في الملحوم في مكان كذا، يعني حصل التعريب. وهذا إن شاء الله هو اللي حرصنا عليه ويصدر الإصدار الأول، وسميناه الإصدار الأول لأن نتوقع أن فيه تعديلات في لغوية، وإن شاء الله خلال 15 يوم بتشوف الـ SBC 1101 SBC 1102 حقت المباني السكنية معربه. اي استاذ سعد عندي اشكرك جزيلا حقيقه. يعني هذا والله انا قلت انا عندي متابعين ما يقارب 60-70,000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي، انا مستبشر جدا بالكود السعودي. لكن انا عندي سؤال ثاني يا اخي، ليش هالمبلغ؟ قبل سؤالك ترى بالمناسبه في عام 2019 كان في اجتماع في الكويت اللي تبع لهيئة التقييس الخليجية، وادخل الكود المباني السعودية هو الكود الأساس للكود الخليجي. نعم كيف؟ لكن ما بعد باقي له شوي تكات بسيطة بحيث أنه يعتمد، ويعتمد كفترة استرشادية مدتها 3 سنوات، ثم بعدين نستخرج الحيود الدولية. تعرف كل دولة لها متطلباتها الخاصة اللي تختلف عن الدولة الثانية. جزاك الله خير. الحيود الدولية ونسويها في كود نسميه كود الحيود الدولية، بحيث إنه أنا ما أدري وين رحت، لكن الحيود الدولية بحيث إنه يصير فاصل بين الدول ويصير الأساس هو الكود البناسي. والحمد لله ترى هذا أنهينا فيه حتى الحقوق الملكية الفكرية مع المنظمات الدولية زي مثلا الاي سي سي والاي سي اي والازمي والان بي اي والاشري وغيرهم يعني. نعم اشكرك، لكن انا عندي استفسارين اخرى. اول استفسار يا اخي، طيب ليش هالمبلغ الكبير؟ يعني انا عشان احصل على الكود السعودي والله مبلغ استاذ سعد، يعني طيب خففوها، يعني خلوها بسعر ترى بالمناسبة
بالمناسبة يعني أنا إذا بدي أحصل على الكود البريطاني مجاني، الكود البريطاني هو البريطاني مجاني. والله أنه ودنا أنه رحنا للبريطانيين كان زين، لكن إحنا رحنا للأمريكان وصار لأن الجامعات أصلاً عندنا تدرس الكود على المنهجية الأمريكية للآي سي سي زي ما قلنا قبل شوي للآي بي سي بالأحرى. السعر هذا حفظ حقوق ملكية فكرية للجهات ذات العلاقة وبالأحرى الجهات الدولية بحيث أن إحنا ماخذين جزء منها. ترى بالمناسبة أي شيء تدفع في الكود ترى ما يجي لنا في اللجنة، يروح على طول وزارة المالية، إحنا ما نشوف الفلوس هذه كلها ما نشوفها. لذلك إحنا منا مستفيدين متضررين من ذا الموضوع، ولكن مجبرين عليه لأن إحنا ملتزمين بحقوق ملكية فكرية ولها قيمة هذه الحقوق الملكية. يا أستاذ سعد، وأسعارنا أسعار الكودات يعني من 500-600 ريال، أغلى كود بألف ريال اللي هو الاس بي سي 1101، وهذا جامع كل ما يخص هذه المباني، يعني الآن القصص تلقاها بهذه الأسعار. يا أستاذ سعد يعني أوكي يا أخي، حطوا مبلغ رمزي يعني حقكم هذا، ولكن حطوا مبلغ رمزي يعني. طيب وش رأيك، وش رأيك إنك تقدر تشوف الكود كله مجاني؟ أنا ما حاولت يعني صراحة. لا تلقى مجاني. حاولت بس تلقى تستعرضه من الـ A to Z وكل الأكواد وكذلك مجانية، بس إنك ما تقدر تسوي كوبي بيست.